السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بدي أساوي فاصولية بالبيض وفاصولية كمان بلا بيض، بس بدي أحط لها لحمة وبدي أحط لها دهنة. هلا يمكن تستغربوا شلون فاصولية بالبيض، بس أمي الله يرحمها كانت تسوي لنا إياها كتير وفعلا طيبة، وحماتي كمان الله يطول بعمرها يا رب الله يشفيها كمان بتسويها وأكلها فعلا طيبة. بقى أنا ما بعرف إذا في غير ناس بسووها ولا لأ بحلب يعني أو بسوريا. هلا هيك انا هي الفاصوليه مشطه واقسمها بالنص واقطعها هيك بدي القطعه اللي بده الانعم بسويها انعم. هلا ما كلها هيك بدي اسويها، هلا بدي افرمها انا، بدي اقسمها هيك واتركها وافرمها على الفرامه بعدين. هي الاكله قبل العيد، بقي للعيد يومين ان شاء الله بينعاد عليكم يا رب بالخير واليمن والبركه يا رب، والله بجاه الحبيب محمد يرفع هالبلا ويهدي بيننا يا رب ويطعم كل مشتهي زيارة الكعبة بجاه الحبيب محمد يا رب. هلا انا هي كلها هيك، هلا هي مشطة مشطة يعني شلت العروقة اللي بتكون هيك بعملها هيك وبشيل العروقة، بقي بس اقسمها وبعدين افرمها وارجع لكم. هلا حطيت الدهنة على النار، شوية دهنة مع شوية زيت نباتي شوية صغيرة عشان بحمص الثوم والكزبرة أول شي. هلا اللي ما بده يحط دهنة من إمكانه يحط سمنة، حتى لحمة كمان إذا بدكم ما بتحطوا لي، رح نحطوا سمنة وثوم مع كزبرة كمان سووا للأكل بتطلع كمان كتير كتير طيبة على العافية كل شي طيب. حط الثوم، هي تقريبا راس ثوم كبير مدقوق. بسم الله حمص اول ثوم شوي بعدين بنحط الكزبره. هلا بقى نحط الكزبره اليابسه معلقه كبيره كمان خليها تتحمص لبين ما الثوم شوي ياخذ لون ذهبي عشان اطب اللحمه كمان اقضيها معه. هلا بعد ما حمصنا الثوم هيك شوي بيعطي طعم كتير طيبه اذا حمصناه لحاله مع الدهنة أو السمنة أو حتى زيت النباتي إذا بدكم. حط اللحمة، بسم الله الرحمن الرحيم. هلا بقى نقلي اللحمة معاً. نحط شوية بهار، هاي 7 بهارات حسب الرغبة، انتو شو قد بدكم حطوا بهار. ملح ما بحط هلا غير تقلى اللحمة تستوي. نقليها هلا على نار واطية. طبعا هلا بقلبها هيك شوي تتفرفر بعدين بغطيها وبترك على نار واطية تستوي على مهلها تتقلى على مهلها. هلا اللحمة هيك استوت. هلا بدي اطب الفاصولية، هاي الفاصولية انا بعد ما مشطتها خسلتها خصلة كتير كويسة، بعدين قسمتها بالنص مثل ما شفتوا وفرمتها. انا ما بغسله بعد ما افرمه لاني بتروح الطعمه منها والنكهه، عشان هيك بعد ما امشطه بغسله. بدي شوي مع الفاصوليا. انا لهلا لسه ما ملحت يعني ما حطيت ملح. هلا نحط لها كاسة مي، هي المي فيها توم، ندق التوم أو الهون، حطيت له شوية مي وأخذت التوم كمان على القرن فيه لأني هي هلا بدنا نغطيها ونتركها تستوي على مهلها، بدها تستوي لوقت ما توصل لدرجة ناكل منها مثل العادة يعني تستوي على السوا. كل ما لقيناها لسه ما استوت جينا لنحركها، لقيناها لسه ما استوت والمي منشفة من كتلة مي بنحط لها مي، يعني هاي لسه بتاخذ معي كاستين مي كمان لتستوي من عدا الكاس اللي انا حطيته. هلا هي تقلبت على السوا، بنوطي النار على الوسط وبنغطيها وبنتركها قربت تستوي، بس ميتها لسه كتيره وما نشفت مثل ما انكم شايفين، ميتها لازم تنشف. هلا ايش بعمل؟ هلا ما بغطيها، بشيل الغطا وبعلي الغاز
وبنتبه عليها كل شوي، باجي هيك بقلبها من تحت لتحت وهيك بتنشف المي بسرعة. وهلا بقى بحط لها الملح لاني لسه عمال ملحتها. ملح طبعا حسب الرغبة. خلص هلا مثل ما قلت لكم على نار عالية من غير غطاء عشان تنشف ميتها. هلا شغلت 5 دقايق او اكتر شوي بتنشف المي. شايفين لونها مع احلال الساع. هلا نفقي البيض. بسم الله الرحمن الرحيم. بالصيف المفروض نفقي كل بيضة لحالة اذا نستعمل بيض هيك بصحن. طلعت كويسة عشان لانه بالصيف البيض بيتشرك بسرعة بخم يعني. كل بيضة تطلع كويسة بنحطها. انا بدي 7 بيضات. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين كل بيضة لوحدة عشان ما تطلع وحدة متشركة او خيمة يعني. بنحطها فوق البيض اللي كسرناه. شوية ملح. نعمل حسابنا ملحنا الفاصولية بدنا ملح بس للبيض على قد البيض. بسم الله. كمان شوية بهار. خليني اخفقه بالشوكة. هلا هيك حاجته البيض صار جاهز والفاصولية كمان استوت. بسم الله الرحمن الرحيم. خليني هلا اخذ الفاصولية اللي بلا بيض. شايفين ميتها بدها تنشف. هيك نشفت ميتها تمام. شايفين هيك ما بقي غير الدهن. بسم الله. مثل ما قلت لكم بدي اساوي نوع باللحمة هيك. هي صارت خالصة هلا. هي هلا انا عم برفعها جاهزة. بقيت اللي بالبيض. هلا بالنسبة للفاصولية اللي بالبيض لا تحكموا عليها للجزر. وانا متاكده كثير رح تعجبكم رح تحبوها لانها فعلا حلوه. كميه البيض انتم مثل ما بدكم بتحطوا. انا مستعمله فاصوليه 1.5 كيلو. البيض قد ما بدكم تكتبوه تقللوه مثل ما بدكم. خلينا نوطي النار ونحط البيض. بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا يعني نتركها شوي ونرجع نقلبها. هلا نوطي النار عليها ومنغطيها على نار واطيه ونتركها شوي 5 دقايق يعني تقريبا. هيك صارت جاهزه. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين على هالمنظر ريحته بتغرف القلب. طعمته كتير طيبه يعني فعلا اكله منظومه. وهي كمان الفاصوليه باللحمة. هي فوقها عصرة ليمونة رائعة. وهلا على التقديم. وهي العشاء صار جاهز. تفضلوا معنا. هاي الفاصولية بالبيض. شايفين؟ والله كتير طيبة. جربوها ما رح تندموا. وهي الفاصولية باللحمة. وهي لبن بخيار. يعني الزبادي خيار وشوية ثوم وملح ونعناع يابس أو أخضر مثل ما بدكم. سلطة غير شكل. وهي شوية مقبلات مخلل ونعناع وليمون وفليفلة خضرة. وهي كمان سلطة خضرة. صارت الأكلة بتشهي وغير شكل. وإذا عجبتكم لا تنسوني بالاشتراك ولايك وتعليق هيك حلو مثلكم. وتابعوني على صفحتي بالفيسبوك وتابعوني على الانستغرام ودعموني بلايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.